طيب قبل ما اروح للمغرب عايز اسالك عن حاجه ليها علاقه بالزمالك. مفهوم انه بيجي النفي من الزمالك في كل مره بيطرح فيها اسم فينسنت ابو بكر، انا فاهم ده كويس، تمام. لكن لما نيجي نقعد مع بعض يعني عندنا نداي مظبوط كده، وعندنا سامسون، الاثنين في خط هجوم نادي الزمالك، فينسنت تكلفته عاليه ماليا، لكن انا بتكلم على الكواليتي الفني، هل فينسنت لو اتعرض في مصر انت ما تقدرش تجيب فلوسه؟ ده رقم واحد. ورقم اتنين الفايده الفنيه من وجوده في الدوري المصري مش ده ليفل تاني بلغه كابتن سيف زهر؟ يعني مش ده في حته تانيه؟ ولا الراجل في العادي هو مبهر في لقطات ويختفي في اغلب المسيره؟ لا هو ليفل تاني، ليفل تاني. حتى تواجده في مباراه صربيا ومباراه البرازيل ادى المنتخب الكاميروني شكل تاني، تواجده حتى في كاس الامم الافريقيه اللي فاز بيها بلقب الهداف كان مدي للمنتخب الكاميروني شكل اخر مع كارل توكو ايكيمبي. ولكن انت لو بتتكلم في المجمل، اولا ما حدش هيقدر على فلوسه، خلينا نبقى صراحه. بس في بقى نقطه تخليك ترجع بالذاكره 12 13 سنه ورا. طب ما الراجل ده كان بيلعب في القطن الكاميروني. اقول لك على حاجه، انا في صحفي جزائري صديق ليا كان بيقول لي نادي شبت القبائل كان مره بيتواجه مع القطن الكاميروني، لقينا واحد افريقي جاي معاه ولد صغير بيقول لنا الولد ده ناشئ في القطن الكاميروني خدوه الجزائر وهيبقى لعيب كويس. قال لي اتريقنا، يعني قال لي الولد ده كان مين؟ فينسنت ابو بكر. فانت ليه اصلا الانديه هنا ما بتنظرش كان من بدري من بدري للحاجات اللي هي المواهب الشابه اللي بتطلع في افريقيا؟ ليه ما بننظرش ليها؟ ليه دايما نحب ندور على الجاهز؟ ليه دايما لو كنا لسه بنتكلم على محمد الضاوي، طب ما يمكن ولد زي ده، وعلى فكره جاي له عروض احتراف من اوروبا، ما انت ممكن انت بخلال سنه ولا اتنين تجيبه بمليون دولار تقدر تبيعه باربعه وخمسه. ولكن احنا ما بندورش على كده، احنا بندور اللي يجي يجيب اجوان على طول، وندور اللي يجي يبسط الجمهور على طول، ما بندورش على حاجه مستقبليه او يبقى عندنا الصبر على موهبه زي واحد مثلا فينسنت ابو بكر ده ما كان موجود ومحدش قال له انت فين وكان بيلعب في القطن الكاميروني. جايين دلوقتي بقى نفكر لما الراجل تألق على مستويات عاليه امر هيبقى صعب. طيب